يوم الأربع كلمناكم على مظاهرات الطلاب في المغرب بسبب موضوع الساعة والتوقيت الجديد واللي حصل من الحكومة المغربية، وعرضنا لحضراتكم العديد من الاحتجاجات المذهلة من طلبة إعدادي وثانوي في العديد من المدن المغربية. وفي آخر الموضوع عرضنا تعليق الحكومة على هذه التظاهرات. الواضح من كلام المتحدث باسم الحكومة أن خلاص الموضوع اتحل، المفروض بداية من يوم الاثنين اللي هو كان امبارح الامس، يعني اعتقد العالم العربي كله عارف امبارح الموضوع يتحل، الحكومة بتقول كده، والحكومة ستستجيب لمطالب التلاميذ. لكن ده للأسف ما حصلش، ولأنه ما حصلش خلى غضب الطلاب نتيجة الوعد يزيد، وينزلوا يتظاهروا تاني امبارح في أول يوم في الأسبوع تظاهرات أقوى من التظاهرات اللي ختموا بيها دول تلاميذ طنطا. لا عليك، لما تشوف العيال والأطفال والمغاربة والأطفال في فلسطين تقلق من ناحية مستقبل الأمة، تقلق يعني لما تشوف هذا الوعي وهذه الدرجة. كنت تتخيل أن المظاهرات في الأمة يتصدرها مظاهرات الأطفال العيال اللي هم بمئة راجل؟ شوف شوف تدابير ربك لا تنتهي. رفعوا شعارات قوية جدا ضد الحكومة وانتقدوا السياسة اللي بتتعامل بيها مع الشعب عموما. كيف بتبدأ بطلب فتحصل مكابرة، فالطلب يبقى طلبات تولد وتنتشر وتترعرع، تقابلها مكابرة بيبقى مفيش رجعة. الهتافات طلعت من هتافات بسبب الساعة لمطالب الشعب عموما، وهتافات ضد الطريقة اللي بتاخد بيها الحكومات القرارات اللي بتمس المواطن المغربي البسيط. ده اللي عبر عنه مثلا تلاميذ مدينة إزلال. احتجاجاتها الساعة الجديدة بدل ما تظل في فئة الطلبة اللي بدأت معهم الاحتجاجات، لا انتشرت وانتقلت لقطاعات تانية من الشعب المغربي اللي نظم مسيرة شعبية في الرباط للمطالبة بالكرامة واحترام المواطن والتفكير في الشعب ومراجعة الشعب والنقاش معاه قبل اتخاذ اي قرار، اللي هي الطلبات البسيطة جدا لكونك بني آدم في دولة. خاين وطننا والمحسن، خاين وطننا والمحسن، خاين وطننا والشعب هو آمن. وقت ما كانوا الطلاب بيحتجوا خارج البرلمان، كان في جلسة داخل البرلمان حضر فيها وزير التعليم اللي علق على الموضوع وطلب من التلاميذ انهم يرجعوا لمدارسهم وينهوا الاحتجاجات دي. المشكل ديال التوقيت المدرسي احنا مستعدين باش نواجهوا كل المتطلبات ديال الاسر ونحلوا هذا المشكل ونتجاوزوا هذه المشاكل. اليوم اللي كنبغي دعيت الاسر باش يتجندوا ويقنعوا وليداتهم باش يرجعوا للاقسام ديالهم ويتوفقوا في المسار الدراسي ديالهم، لان هذا الشيء راه ما كيصح حتى شي واحد. وزير التعليم وللاسف كعاده المسؤولين في البلاد العربيه اي ملف يفشلوا فيه
او يفشلوا ان هم يلاقوا له حل، او تاتيهم الاوامر من فوق ان هم خلصونا من الصراع ده، خلصونا من الاحتجاجات دي، على طول بيتجه مباشره. دي يا جماعه دي فره في المسؤولين العرب، مش بس المغربي، الراجل المغربي ده وزير التعليم عشان ما نظلمهوش، على طول يتجه تفكير او تتجه الاتهامات بان الاحتجاجات دي مموله. العيال دي ممولين ايه؟ مدي لهم بطاطس وشيبسي، شيبسي وشوكولاته، يعني عاملين لهم ايه؟ العيال دي يتمولوا من انهي جهه؟ كل واحد دورين بلاي ستيشن عليه سندوتش، يعني انا عايز افهم. وزير التعليم قال لك العيال دي ممولين وراهم جهات خارجيه، وان في اطراف بتعبث في الموضوع ده. ده اللي قاله وزير التعليم المغربي عن مطالب التلاميذ البسطاء. تبين بان واحد الاطراف اخرى دخلت على العمليه، والتلاميذ ما عندهم علاقه بهذا هاد التصرفات لا معقوله اللي كاينه في الشارع المغربي. كنطلبوا من هاد التلاميذ يكون عندهم واحد الحس الوطني ويرجعوا الاقسام ديالهم والتعبئه ديال الجميع باش الوضع يولي على عاد.